ديال سبيكر الحمد لله عرفت واحد النجاح كبير في الدوره ديالها الاولى اللي من خلالها بغينا نعرفوا بالموروث الثقافي ديال مدينه تارودان من خلال هذه الدراجه الهوائيه الحمد لله التي لا يخلو بيت في مدينه تارودان ولا كتلقى فيه جوج ثلاثه ديال الدراجات الهوائيه. ان شاء الله بغينا نتخذوها رمز للمدينه ان شاء الله، وحنا في اطار التفكير في التحفيز ديال هذه الاحتفاليه هذه هنا في مدينه تارودان. المشاركه ديال واحد مجموعه ديال الجمعيات اللي فاقت 35 جمعيه هنا في مدينه تارودان بالاضافه للجمعيات على مستوى مدينه تيزنيت واكادير، وكذلك تم يعني شارك السفارة ديال الدنمارك برئاسة السفير ديال الدنمارك اللي حضر معنا واحد مجموعة الأنشطة هنا اللي تقامت في مدينة تيرودانت من خلال واحد المعارض متنوع ديال الدراجات الهوائية باختلاف أشكالها والاستعمالات ديالها، كذلك التعريف بواحد مجموعة ديال الدراجين الرودانيين اللي جابوا الأدغال الإفريقية آسيا وأوروبا بالدراجات الهوائية ديالهم. الحمد لله في إطار البرنامج كانت كذلك ورشات تحسيسية بالسلامة الطرقية وأهمية الإسعافات الأولية وسهرات فنية يوميا اللي كانت في المعرض ديال الدراجة اللي كان على امتداد واحد الأسبوع ديال الأنشطة. كذلك ما نساوش الجولة اللي شارك فيها أكثر من 1000 مشارك هنا في مدينة تارودانت اللي جابت الأزقة والشوارع ديال المدينة واللي كانت في أجواء جد رائعة وأجواء احتفالية. كذلك اللي شاركوا فيه أطفال شيوخ نساء ورجال، الحمد لله كانت في أجواء احتفالية رائعة جدا وفي تنظيم محكم. كنشكر من خلالها السلطات المحلية الأمن والقوات المساعدة والأمن الوطني ومنظمة الهلال الأحمر المغربي اللي تعاون معنا في التنظيم. الحفل الختامي يحتوى كان نقطة ديال تكريم واحد مجموعة ديال الشخصيات اللي بصمت من ذهب على الدراجة الهوائية هنا في مدينة تيرودانت من أبطال من حرفيين من عشاق ديال الدراجة الهوائية اللي تم التكريم ديالهم، تم التكريم ديال كذلك أصغر مشارك هنا في مدينة تيرودانت، تم كذلك تكريم واحد مجموعة ديال الفنانين التشكيليين وصناع تقليديين اللي عندهم لمسة إبداعية اللي بانت من خلال الأطوار ديال الاحتفالية. الطموح ديالنا إن شاء الله أن تكون احتفالية سنوية اللي كتستقطب واحد مجموعة ديال الزوار ديال عشاق الدراجة الهوائية وطنيا ودوليا لما لا، وتكون محج ومزار كما قلت لواحد العدد كبير ديال الناس انهم يحجوا لمدينه تيرودانت يشوفوا الاستعمال ديال الناس لهذه الدراجه هذه صديقه البيئه والاقتصاديه. وكنشكر من هذا المنبر هذا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه برئاسه عامل عماله اقليم تيرودانت اللي دعموا هذه الفكره وهذه المبادره هذه بشكل كبير، والمجلس الجماعي والجمعيات اللي شاركت معنا بقوه، وما ننساش الجسم الاعلامي هنا في مدينه تيرودانت اللي قام بالتغذيه ديال الاحتفاليه هذه من البدايه ديالها للنهايه ديالها. وشكرا.